انظروا كيف تملح وسائل التواصل، كيف تملح أشخاصا. من ضمن هذا البرنامج الذي صوت فيه من هو أفضل عالم تثق بفتواه، وضعوا بعض العلماء ونحسبهم الله حسيبهم أنهم على خير وصلاح وعلم متين، ووضع معهم أناس ليسوا بأهل، حقيقة ليسوا بأهل، منهم إما أن يكون داعية أو أن بعضهم تصور مما وضع هنا أناس من أهل الأهواء ويمدحون أهل الأهواء ويمدحون الصوفية، وضعوا مع هؤلاء يملحون هؤلاء. وهذا هو سبب ما ذكر آنفا من تضيع الدين، الدين يضيع بهذه الطريقة إذا لم يعرف الناس العالم الشرعي، من غيره هلكوا، ولا سيما في هذا الزمن. انتبه لتعرف العالم الشرعي من غيره حتى لا تضل وتزل. وليس كل من ظهر وبرز أنه يكون عالما، لا. الآن تصور لنا مقاطع بمئات بل بآلاف الأعداد وتأتي إلينا، ليس كل ما يأتيك حق. انظر إلى العالم الشرعي، ولذلك اسمع حتى تعرف أنه إذا لم يعرف العالم الشرعي ويؤخذ العلم منه فإن الناس قد هلكوا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينتزع هذا العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور الناس، ولكن ينتزع العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، وفي رواية حتى إذا لم يترك عالما، ما الذي يجري؟ اتخذ الناس رؤوسا، رؤوسا ولو كانوا أعلاما في الشهرة، جهالا، فسئلوا، سئلوا، يا ليتهم لو سئلوا قالوا لا نعلم، لا، سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا، يعني في أنفسهم، وأضلوا يعني أضلوا غيرهم. ولذلك يقول الطرطوشي رحمه الله في كتابه الحوادث والبدع، قال: صرفها عمر رضي الله عنه تصريفا فقال: ما خان أمين. يقول عمر رضي الله عنه: ما خان أمين، ولكن ائتمن غير أمين فخان. قال الطرطوشي رحمه الله، قال: وأقول، والقول قول الطرطوشي، يقول: ما ابتدى عالم بدعة ولا أتي الناس من قبل علمائهم كما قال، وإنما الذي جرى قال: سئل أناس لا يعلمون شيئا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. بكى ربيعة كما قال الإمام مالك بكاء شديدا ذات يوم، فقيل له: ما يبكيك؟ أمصيبة نزلت بك؟ قال: لا، وإنما سئل من لا علم عنده فضاع الدين. مكحول رحمه الله كما قال الطرطوشي في كتابه الحوادث والبدع، قال: إذا تفقه السفلة فسد الدين. ليس معنى هذا كما سيأتي مما ذكره الطرطوشي رحمه الله عن سفيان الثوري أنه كان إذا رأى السفلة يكتبون العلم يشتد غضبه، فقيل له: ما يغضبك؟ قال: إن العلم لا يزال بخير إذا كان عند السادة، فإذا كتبه هؤلاء السفلة ضاع الدين. ليس المقصود أن الإنسان لا يتعلم، لا، يتفقه ويتعلم، ولكن مقصود هؤلاء أن هؤلاء تعلموا أطراف علم فسودوا أنفسهم وجعلوا أنفسهم سادة
هنا يضيع الدين، والواقع يشهد بهذا. كم من مقطع يأتيك يوميا، كل من أراد أمسك بهذا الجهاز وصور نفسه ثم إذا به يقول قولا، أقوال غريبة، أقوال تخل بالعقيدة، أحاديث موضوعة مختلقة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما كلما أراد الإنسان أن يتكلم بشيء في بيته، في الشارع، في أي مكان، إذا به يصور ويتكلم وينشر والناس يستقبلون. فاعرفوا العالم من غير العالم. ولذلك بوب البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح باب الاغتباط بالعلم، وذكر قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: تفقهوا قبل أن تسودوا. ما معنى هذا الكلام؟ تفقهوا قبل أن تكونوا سادة. قبل أن تكونوا سادة هنا تمنعكم الأنفة من أن تتلقوا العلم. ولذلك ذكر سبحان الله السلف ما تركوا شيئا. ذكر قول الشافعي ابن حجر رحمه الله في الفتح، ذكر قول الشافعي قال الشافعي رحمه الله: إذا تصدر الحدث فاته علم كثير. الحدث يعني صغير السن. إذا تصدر الحدث فاته علم كثير. نعم، نحن أدركنا علماء جبال، والله إن الواحد منهم ليمضي ساعات طوال يقرأ ويبحث في اليوم ما يقرب من 10 ساعات أو أقل بقليل أو تزيد شيئاً، ومع ذلك يخافون أن يتكلموا إلا إذا استوثقوا من هذه المعلومة. أما الآن خذ مقاطع وأقوال وكتابات تتطاير يمنة ويسرة، لكن ما هو الصحيح؟